لا فهلا نستة نقف ميسي 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 والجون جون ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حس زطاله في المديق مين انا جابر يا كبير انا نايم يا جابر نايم انا نايم بس دي امر مهم قوي يا كبير عم قدلالك يا حبيب موضوع ما يستناش يا كبير انطر عاد قلت لك بعدين يا اخي راجل تبت تعالوا لي بقى ده انا حشيلكم الطين جوماني عاد ما سكتش قلت لهم الشغل بالمرجع عادي ما ينفعنيش ده احنا لسه ما خلصناش نص المخزن ولا فاكرين يعني ان انا راجل كبير انت راجل كبير صح لكن عصب بلك انت انا السنه اللي فاتت كنت بليز اثر بليز الرجاله سمعوا البوجين دول قاموا نزلوا على الشغل كيف التراب جاني حمزه وقال لي حاجه غريبه قوي 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 ايه حاجه غريبه قوي 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 دي قال لي انهم لقيوا خزنه قديمه قوي من ايام المرحوم الكبير قوي ورثها عن جدوده وبعدين وهم بينفضوا الخزنه كان عليها تراب ياما التراب ده دخل في نقاشيشي قوم ايه عم جابر انت عايزني اقطع شراييني ولا اشنق نفسي عشان تستريح ليه بليز قصر فين الخزنه دي في المخزن حلو قوي انده الرجاله يحطوها في اللوبي وانا هجي لك حالا يحطوها في البوبي وندرفول زي ما اتفقنا يا كبير كل اللي هنطلعه من الخزنه دي بالنص ما بيننا توكلنا على الله اهدى بحبك يا كوكي وبوسه كمان الكبير قوي كوكي دي القيامه قامت يا اولاد وإن كوكي ده اسم بلدي قوي أنا معاكو بص خلي ده من نصيبك أنت يعني ما مش عايزه لا حول ولا قوة إلا بالله إيه ده كل دي عقود جواز باسم الكبير قوي ده عقد باسم سناء عبيد السيد بنت عبيد السيد أيوه وده اسم نبوية حامد أبو بكر أيوه بنت حامد أبو بكر وده باسم رضا عبد التواب البهنسي أيوه بنت Let me guess بنت عبد التواب البهنسي ما شاء الله وعرفت كيف سوبر باور ولسه الله يخرب مطنك يا كبير ما فيش واحدة في البلد لما حطيت عليها داد بابا 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 الكبير قوي مع الشحرورة الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها أجمل 6 ساعات قضيتهم في حياتي اسمك سيظل محفور في قلبي للأبد سنظل أصدقاء لن أنساك حتى الشحرورة ما سلمتش منه بص هو ماليش على الحكاية دي بصراحة يوردات كنزير يا معلم اخرس يا توماس الجحش من ده للزيريات الكبير قوي هو ما يقصدش زير بمعنى زير يعني هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان اخرس يا جحش انت كمان الله يكشفك يا ابوي اهدى هيكون ايه يعني ما هو صندوق اهو ماني عارف ايه هتير انت ان صندوق حديد هنفتحه كيف ده وايه اللي جابه هنا انتوا لقيتوه ايه ده انت تعرف قصته؟ بليز احكي لنا يا عم جابر بليز احكي لنا جدكم الكبير خالص لقي الصندوق ده وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا قاعدين فيه ده ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق جربوا كتير وحاولوا كتير لحد ما زهقوا وعرفوا ان الصندوق مش هينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليه ومن ساعتها واحنا ما نسمعش حاجة عن الصندوق اوكي طيب ما نمشي زي قواعد ما بتقول مش في لغز على الصندوق ايوه 8 قطط وبينهم اخطبوط وحلهم في السطح ملطوط فينك صعد عليه هات يا عم
تمن نقط وبينهم خطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط. حارت ودارت فيه الناس بصوا للسطح ونسيوا الأساس. قالوا له الأساس مكان السطح موجود. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا ما فهمش حاجة. أساس وسطح ونقط وخطوط حاجة مخول. نقط وخطوط نقط وخطوط بس أنا فهمت. إيه؟ ده سحر. سحر كيف؟ سحر ما تعرفش السحر؟ ما عرفش السحر كيف يا ولي؟ معروفة الراجل اللي بيطلع الفروجة من تحت باطه ويطلع الأرنب من البرنيط. لا مش السحر ده، ده سحر الخطوط. خطوط إيه وكروت إيه يا هتير أنت؟ اللهم احفظنا اللهم احفظنا. الصندوق ده معمول عليه عمل وفي جن مقرمط على الصندوق ومكلبش فيه وعمره ما حيسيبه إلا لما يتفك العمل من عليه وساعتها يتفتح عادي جدا. انت هتلبسينا ليه يا ولية لأن تلبس على آخر الليل؟ الله أكبر الله أكبر. بعيد بعيد سمحوه ما يعرفش. حسب على كلامك يا كبير دول معانا وحوالينا في كل مكان. تقول لي معانا وحوالينا في كل مكان يا ولية؟ حداك كلمة زينة قوليها ما عندك إيش تكتمة. ما فيش غير مولانا الشيخ شديد هو اللي هيفك اللغز ده. مين الشيخ شديد ده؟ الشيخ شديد ده راجل مبروك. ولا راجل مبروك ولا راجل مزنوق. أنا ما عرفتش نفسي في الحاجات دي يا كبير. خيارة وقطمها جحش. حارت ودارت فيه الناس بصوا للسطح ونسوا الأساس. دلول الأساس مكان السطح موجود. لا الكلام ده ملهوش معنى، الكلام ده تخاريف. أنا بقى حاسة إن الحل في الثلاث كلمات المكتوبين باللغة الغريبة دي. Excuse me؟ يعني أنت عايزة تقولي لي إن الثلاث كلمات دول هيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ أيوة طبعا. أمال السطرين اللي فاتوا دول كلهم عبارة عن إيه؟ ماركة الصندوق؟ لا لا بص، الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا عبارة عن يعني جنب باب الشقة، تحت سكات السفرة، الشنطة اللي فوق الدولاب. بالرغم ان الجملة الاخرين اللي انت بتقوليها دي اربع كلمات بس انا فهمتك. طيب سي ان انت صح، معناهم ايه الثلاث كلمات دول؟ بص انا مش عارفة بس انا هحاول اعمل عليهم سيرش يمكن اوصل لحاجة. اي جاري في ايه؟ لقيت حل اللغز. بص بقى يا معلم، حل اللغز ده في العلاقة التعمدية بين السطح والأساس. السطح هو سطح البيت ده والأساس هو أرض البلد. لو ركزتوا معايا هتلاقوا إن في البيت ده فيه أربع أركان بأربع نقط وفي المزاريطة كلها أربع أركان بأربع نقط، يبقى كده المجموع 8 نقط. الثمان نقط دول لو مدينا خطوط مستقيمة بينهم هنلاقيهم الثمان نقط دول هيودونا لثمان أماكن مختلفة. الثمان أماكن مختلفة في البلد دول هيبقوا بينهم خطوط مش متقاطعة مع أي خطوط تانية، لكن لو إحنا مدينا خطوط متقاطعة معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطة دي. والكلمة الوحيدة اللي محدش أخد باله منها في اللغز ده هي حارت ودارت. هي إيه؟ حارت يعني إيه حارت ودارت؟ يعني حوران الشمس ودورانها. أنا حسبت لقيت إن الشروق بيخرج من النقطة دي والغروب بيخرج من النقطة المعاكسة ليها اللي هي دي. لو مدينا خط من الشروق والغروب هنلاقي إن الخط ده ما بينقطعش غير مع خط واحد في نقطة محددة قوي وهي النقطة دي. محروق حورانك على دورانك على خطوطك يا أخي، ده الكلام اللي في الصندوق أسهل كتير. جوني ما تقوليش إن أنت ما فهمتنيش. طبعا ما فهمتكش طبعا، يعني بس واضح إن الهري اللي أنت هريته من شوية ده كلام مدروس وموزون. وفين المفتاح؟ المفتاح مدفون في النقطة دي. No way. No way المفتاح يكون هنا. جوني أنا حاسبها قدامك أربع مرات. بص أمشور المفتاح هنا. توماس أنا العمدة. ما ينفعش بقى ماسك معول وبحفر هنا، شكلي هيبقى weird. لا ما تخافش إحنا مش هنحفر هنا، إحنا هنحفر جوه. Are you crazy؟ الناس جوه عيانة. شوف شوف الراجل بيموت أهو أهو، هنعمله زي دست ودوشة، أنت مجنون. احنا مش هنحفر في المكان كله، احنا هنحفر في نقطه معينه والنقطه دي ممكن تكون في حته يعني مش قلق قوي. انا مش ممكن اشاركك في عمل شيطاني زي ده. جوني كمون المفتاح جوه. جوني